صباح الخير. مدري ليش صايرة أحب يعني أبدأ فيديوهاتي كذا مع بداية اليوم، قبل لا ما كنت كذا. المهم هالمرة مرة ما لي خلق إني أفطر، فأخذت مافن، هذا من اللوزين اللي أقول لكم عنه إنه مرة يومي، مو مع أي حليب، لا مع حليب السعودية. مع حليب السعودية شيء خرافي، مو أي حليب، يعني سبحان الله حليب السعودية في طعم كذا مميز. فحليب السعودية مع المافن هذا حق لوزين مرة يومي. أقول لكم مرة متحمسة لـ100 ألف، يعني هو بقي لي تقريبا 15 ألف، يعني باقي واجد والله، بس إني كذا من الحين أحس فيني حماس، فهمتوا؟ اللي أحس يلا ما بقي لي الجميلة، ف والله خلاص مشيت كثير ما بقي شيء، ف أحس إن شاء الله لما أوصل لازم أحتفل. يعني مو شرط حفلة كبيرة كذا، حتى لو كيكة وبالونات وكذا عليها 100 ألف خلاص تكفيني. المهم إني يعني باسم إني احتفلت، فهمتوا؟ فيا الفيديو حق اليوم راح يكون فيديو فقرة أسئلة، بحيث إني راح أجاوب على أغلب الأسئلة اللي قاعدة تنطرح. وللأمانة أحب أسوي هذه النوعية من الفيديوهات كل بعد فترة، لما يجوني مشتركين جدد يبدون يسألوني أسئلة كثير، فالأفضل إني أخصص فيديو وأجاوب على أسئلتكم. سو يلا خلينا نبدأ. طيب أول شيء وأكثر سؤال يتكرر شهد، كم عمرك؟ عمري 17 سنة. كيف عمرك 17 سنة وأنت بثالث ثانوي؟ مو المفروض إنه يكون عمرك يا شهد 18 سنة؟ بالفعل أنا المفروض عمري 18 سنة، ولكن أنا داخلة أولى ابتدائي وعمري 6 سنوات، فلما وصلت ثالث ثانوي صار عمري 17 سنة بدل ما يكون 18 سنة. لكن أنا ما أشوف إن هذه مشكلة، يعني ما أدري، في ناس تيجي تقول لي شهد ليش ومفروض ثاني ثانوي وما أدري إيه. يا جماعة عادي، يعني أنا داخلة أولى ابتدائي عمري 6 سنوات، غيري دخل عمره 8 سنوات، في ناس لا بالضبط 7 سنوات، فيختلف. في واحدة تسأل متى يوم ميلادك؟ 1/9/2002. في واحدة سألتني إنه هل أقاربك ومجتمعك يزهقونك أو يعني يضايقونك بموضوع إن أنت يوتيوبرز أو شيء زي كذا؟ للأمانة بالعكس، يعني يوم عرفوا مرة انبسطوا لي بشكل مو طبيعي، وبالعكس حسيت انهم تحمسوا لي. بس ممكن الشيء الوحيد اللي يزعجني، وهو بالفعل مرة يزعجني، انه لما يصير خلاص محور حديثي معاهم كله عن اليوتيوب، يعني مجرد ما يشوفوني شاهد اليوتيوب اليوتيوب من اول ما اجلس معاهم لا ما تخلص الجلسه واحنا نتكلم عن اليوتيوب، فهذا الشيء اللي مره يزعجني. لكن بالعكس هم مره حلالين ومبسوطين فيني، ويعني ما يزعلني شيء منهم، ولكن ممكن كثره الاسئله عن اليوتيوب وهذه الشغلات ممكن انها تزعجني نوعا ما. في واحدة سألت، مع اني انا ما اشوف ان هذا سؤال، احس انه مدحة بس بصيغة سؤال، من وين يا شهد تجيبين الطاقة الإيجابية هذه بفيديوهاتك واللطافة؟ للأمانة أنا مرة كذا أنبسط لما تجون تقولوا لي إنه شهد ننبسط على فيديوهاتك، شهد نبدأ يومنا فيها، والله يا شهد نرتب ونشوف فيديوهاتك ونتحمس. بعدها تجيني تقولي صار لي شهر مرتبت غرفتي وشفت الفيديو وتحمست وبديت أرتبها. يعني ما تتخيلون قد ايش انا احس اني مبسوطه اني انا قاعده اسعدكم ولو بشيء بسيط. يعني شيء انا افخر فيه انه انا قاعده يعني كذا ابث فيكم الروح والايجابيه والسعاده، هذا الشيء ترى مو اي شخص يقدر انه يزرع بقلوب الاخرين، فالحمد لله انا مره مبسوطه. ويمكن انه انا دائما احاول اني يعني كيف أقول لكم، أحاول دائما أكون حيوية معاكم، ما أحب أني أطلع لكم وأنا شوي فيني يعني حزينة أو أنا متضايقة، بالعكس أحاول دائما أطلع وأنا مبسوطة وأسولف معاكم وأقول اللي بخاطري وأحاول بقدر المستطاع أني أكون عفوية معاكم. فممكن هذا الشيء اللي خلى يوصل الطاقة الإيجابية لكم والروح الحلوة، ممكن ما أدري، بس أنا أحس كذا. شهد قد فكرتي تقفلين قناتك، تحذفين قناتك؟ للأمانة فكرة إني أقفل قناتي ما قد جتني، لكن فكرة إني أنا أوقف عن القناة هذه دائما تجيني وعادي جدا. أوقات أصير أفكر إنه هذا الشهر أنا بوقف، أوقات أقول شهرين، أوقات أقول 4 شهور، عادي جدا. لكن إني أحذف قناتي خلاص، يعني قناتي يصير ما لها وجود،
أحس مرة صعب، أحس لا مستحيل أفكر هذا التفكير، لأنه أحس يعني تعبت على قناتي وبذلت كثير من جهدي ووقتي في سبيل إني أوصل للشيء هذا. ففكرة إني أقفلها لا، بس أوقف ممكن يعني، بحيث إني أخذ شوي بريك وأرجع لكم أحسن من قبل. في سؤال جاني إنه ليش يا شهد ما تنوعين من الفيديوهات اللي بقناتك؟ فيديوهات نوعية فيديوهات قناتك صايرة متكررة وأغلبها نفس الأفكار. شوفوا للأمانة أنا ما تفرق عندي سواء كانت الأفكار جديدة قديمة، المهم إنها تنال إعجابكم وأسوي اللي أنتم تطلبونه. فإذا الفيديوهات أنا عدتها والأفكار كانت يعني أفكار ما هي جديدة ومعادة، فاعرفوا إنه مو أنا اللي قاعدة أختار فكرة الفيديو، ففكرة الفيديو بيدكم أنتوا، لأن أنتوا اللي بالنهاية راح تشوفون هذا الفيديو، وأنا ما راح أستفيد شيء لو أنا سويت الفكرة اللي في بالي لكن ما حد شاف الفيديو. فلازم أنتوا تكونون راضين على فكرة الفيديو، حابينه على أساس تشوفونه، وبالتالي انا استفيد وتعبي ما يروح هباء منثورا. في سؤال بعد جاني ودائما يجيني، من متى فتحتي قناتك؟ شوفوا للامانه قناتي كانت موجوده من 2018، لكن ما بديت انزل على طول اول ما فتحت القناه، يعني كانت موجوده القناه بحيث اني اكتب كومنتات للناس، اسوي اشتراكات زي كذا بس. بعدين قررت اني اصير من اليوتيوبرز اللي ينزلون محتوى على اليوتيوب، وبالفعل سويت هذا الشيء، واول فيديو كان لي فيديو طلبيتي من جولي شيك، بحيث وصلتني طلبية وقمت اسوي كذا انبوكسينج وافتح البوكس وزي كذا وصورت كذا، حبيت اني اجرب واعيش الجو كيف يحسون اليوتيوبرز لما يفتحون الطلبيات ويبدون يصورون زي كذا. بالفعل سويت الفيديو نزلته باليوتيوب، وبعد فترة حسيت اني حابة الشغلة، وصرت كل ما جتني طلبية افتح البوكس واصور وانزل، وبعدين صرت انزل محتوى باليوتيوب. في سؤال بعد دايما يتكرر ويتكرر ويتكرر واجاوب عليه ويتكرر برضو مرة ثانية، اللي هو هل يا شهد فكرت تطلعين وجهك بقناتك؟ وليش ما تطلعين وجهك؟ طلعي وجهك، بطلعين وجهك مستقبلا، وجهك 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 وجهك. للأمانة أنا أحس إنه مستحيل أطلع وجهي أبداً، ما أفكر، ويا ليت هالسؤال ما يتكرر، لأنه ما تتخيلون قد إيش يزعجني، وأحس إنه يعني أحس إنه كثير ناس ما تطلع وجهها بالذات البنات يعني، وعادي مكبرين بالسوشيال ميديا، فمو شرط الوحدة تطلع وجهها عشان تنشهر، ممكن أنا أنشهر وأنا محجبة، أو أشتهر وأنا منقبة، أو أشتهر بدون ما أطلع وجهي. بدون حتى صوتي ممكن، فكل شيء جايز، فمو شرط عشان هذه طلعت وجهها فلازم انا اكون مثلها واطلع وجهي. بالنهاية الواحد يسوي الشيء اللي يرضي ربه واللي هو يرتاح عليه، واهله بعد يكونوا مرتاحين عليه. طيب هل فتحتي اليوتيوب فقط لمجرد اني انا اخذ فلوس وهكذا؟ للامانة يعني انا ما احب اني اكون مثالية زايدة عن اللزوم، كلنا نشتغل سواء أي شغلة كانت بمختلف الأعمار، عشان إيش؟ عشان نمشي في هذه الحياة، وعشان ناخذ رزقنا ونسعى له، وأكيد الحياة ما تمشي بدون فلوس. أنا أقول لكم لحد يعني يسوي نفسه كذا مثالي، وأنا ما أحب الفلوس، كلنا نحتاج الفلوس عشان نعيش حياة كريمة. أوكي أنا صح إني فتحت اليوتيوب برضو عشان أنا أكون إنسانة مستقلة، أشيل مسؤولية نفسي، أكون يعني بعمر صغير وبنفس الوقت أكون أنا المسؤولة عن نفسي، بس برضو أنا حابة جو اليوتيوب، وأحس إن هذا من الأشياء اللي أنا فعلا أستمتع فيها، وأنبسط لما أصور لكم، ولما أقرأ كلامكم، لما أمارس شيء أنا أحبه بنفس الوقت شيء راح ينفعني بإذن الله مستقبلا. فأنا بنفس الوقت قاعدة أفيد نفسي وقاعدة أحقق هدف من أهدافي. يعني مين اليوتيوبرز اللي تحبين تتابعينهم باليوتيوب؟ أحب أطالع دانيا الصالح، أحب بعد أطالع روزا، أحب من ناحية الأولاد أحب أطالع بندريتا، أحب فقرة الأسئلة والمواقف اللي هو يسويها، لأن للأمانة ما تجذبني أبدا فيديوهات الألعاب وكذا، فأشوف فيديوهات المواقف وأشياء زي كذا. يعني كذا أقدر أقول وصلنا لنهاية فيديو اليوم. بنات لا تنسوا إذا عجبكم الفيديو لايك والكومنت المقطع اليوم، إن شاء الله أشوفكم فيديو ثاني،
واذا حابين فكره معينه اسويها لكم بالفيديو الجديد برضو اكتبوا لي تحت بالتعليقات. احبكم كلكم وان شاء الله اشوفكم فيديو ثاني. مع السلامه.